الرابع من أركان الإيمان ما هو؟ أركان الإيمان مسألة من دم. الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. بنذاتك ما من نو يلبن أركان الإيمان مسألة. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون. إن من علّم النسو يا الله باري أوتن دهانو النسو جنا يملكو. ورسل لا يكذبون. رسلك تمن عدو أستقبلو. وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم. الله سبحانه وتعالى لقاتشوال. وأيدهم بالآيات. الله ما تناكرت قاتشوال بما يهنا تمر نجرسه. أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى. عليها الله سبحانه وتعالى يتربطون أمانة هم يدرسبت عدلسون نصح الأمة أكمل نصح هزبتهم باتت علي بمولو مكرا وبلغوا لم يكتموا شيئا عدلسون عندتن مال دبقون وجاهدوا بجميع أنواع الجهاد تقل يتبالون هلا بملا تقلون نؤمن بأن أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام يا نبات مجمريا آدم اندهنا إنا من أدن وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام يا رسلات مجمريا نوح اندهنا إنا من أدن وخاتم الأنبياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يا نبي عليه الصلاة والسلام يا نبات واتشم يا مرسل واتشم مدم دميا دونونا من الله كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كاذب وكافر كفر أكبر نبياتكم كما توبوا على صلى الله عليه وسلم أن يا رسولنا وإن نبينا يملك الله كهادنا وكفر كسلمنا من تقبل ويمي وضع نؤمن بهم بأن سنة من الله وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم سمعت شونهم بنقرنا أننا من الله وصفاتهم بهاريات شونهم بنقرنا أننا من الله والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها للناس يتسطوا تأمرات الله بالنزيع منا من الله والأخبار التي جاءت عنهم كالناس يمتعونهم وريوات بمولنا من الله نعيد مرة أخرى الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام تقان يا أولي رقمون أو قديني أستمرهتهم عبيد لا يعبدون يا الله باريوات ناتشو أيم لكم رسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام ملكتن ناتشو أستمرهم وأن الله أرسلهم الله لكواتشوان وأوحى إليهم ودنسوا وحي أردوان وأيدهم بالآيات بما يهونا تأمر ستوى التناكواتشوان أدوا الأمانة أماناتهم توطى ونصحوا الأمة هزبات شاور مكروان وبلغوا البلاغ المبين قلت يهونا ما أمراراتنا أمرتوان وجاهدوا في الله حق جهاده تجابيون تقل تاقلوان نؤمن بهم بنا سنة من الله وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم سمات شون زرزر وينقرن منا من الله وصفاتهم بهاريات شون منا من الله والآيات التي يدوم الله سبحانه وتعالى بها بنا سنة يندان داتشو يسطات شون ما سمنا ما قجات همرات إنا من البتان والأخبار التي جاءت عنهم كالناس يمطعونه الله وريننا من البتان وأن أول الأنبياء نوح علي آدم عليه الصلاة والسلام نبي مجمّر آدم دون إنا من الله وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام يا ملاك تنوات رسل وجه مجمّر نوح دون إنا من الله خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام صلاته الله بهاريات يسبسبوا نبيات رسل نوح نبي من دهون ومدم دميا دهون من الله من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كاذب وكافر كفر أكبر نبيات كما تبوها على نبينا يالا بمتا ويرسلنا يالا بمتا كهادنا وكسلمنا من تقبلوا يمي وتا كفر الأكبر